للأسف يعني أكترية البلدين ما استثمرت ببنية صناعية لإعادة تدوير الكمامة، يعني أكترية البلدين بيعتمدوا المطامر، بياخدوا النفايات وبيطمروها. لما صارت الجائحة وصار يعني تأثر كتير موضوع النقل، صارت عملية نقل النفايات ما عادت منتظمة مثل ما كانت قبل. بس لا شك أنه يعني حتى لو كنا عم نحكي ب 530 ألف طن، هول قيمتهم المادية كتير كتير عالية، وشي كتير مؤسف أنه أول شيء خسرنا قيمتهم المادية من إعادة تصنيعهم لأشياء نقدر نرجع نستعملها. والطامة الكبرى هي أنها خلصت بالبحور طبعنا وبالمحيطات، وخلق التلوث بيئي كمان رح يكلف مليارات الدولارات لحتى نقدر نعالجه. طيب بينما ألا يمكن لو كان في سياسة صحيحة ما لا يمكن إعادة تدويرها كذا بمنتهى البساطة، ولا هذا خيار صعب؟ لا سيدتي، المواد البلاستيكية كلها قابلة لإعادة التدوير كلها. أثبتت كل الدراسات الهندسية والتقنية والعلمية أنه في جدوى من إعادة تدوير البلاستيك. المشكل الكبير هو ما في قرار سياسي لدعم وتحفيز خلق هذه الصناعات. يعني القوانين لم تشرع لإيجاد حلول لهذه النفايات البلاستيكية عن طريق تدويرها، لم تشرع لإجبار كل المنتجين على هذه النفايات البلاستيكية أنهم يتحملوا مسؤوليتها وأنهم يساهموا ماديا بإعادة تدويرها. طب هل هذا هو الحل الوحيد؟ يعني هل يوجد حلول أخرى للمشكلة، ولا الحل الوحيد أنه يجب أن تصدر تشريعات وقوانين لإجبار إعادة التدوير مثل ما ذكرت؟ هلأ في كتير ناس عم بتدور، في كتير صناعات خلقوا صناعات تدويرية حتى بدون التحفيز القانوني، بس ما صار شمولي مثل ما كان لازم يكون. هل التقنيات بتتعمم أكثر لما بتحمى من القانون وبينعطالها إطار اقتصادي إن تقدر تنتج وتستمر. ما تنسى إنه اليوم نحن عم نحكي عن هالقوانين إذا سنت عم تحكي عن خلق فرص عمل جديدة، عم تحكي عن خلق حركة اقتصادية غير موجودة هلأ. ترجع بتحفز الاقتصاد، والناس اليوم عايزة تشتغل وعايزة انها يكون عندها مدخول اكتر. واهم شيء كمان انه انت عم بتحافظ على بيئة. ما تنسي في كلفة مادية للتدهور البيئي. ما حدا بده يروح يعيش بمنطقة ملوثة. ما في ولا سايح بده يروح يتسبح ببحر مليان بلاستيك. فاذا كمان في كلفة مادية لا مباشرة كتير من الحكومات ما بينتبهوا لها. هذا غير التأثير المباشر على الصحة وعلى البيئة وعلى كل ما يوجد حولنا من جراء هذا التلوث. شكرا طبعا. جزيلا لك من طبعا. بيروت طبعا. الخبير البيئي زياد أبي شاكر، يعطيك ألف عافية.